حمز زريرات محاسب محاسبة مدينة الرباط ورئيس المنظمة المقابلة للمحاسبين المغرب. إذن هذه الوقفة احتجاجية تجي في إطار التصعيد اللي المواقف اللي تاخذها محاسب معتبر المغرب ضد الإجراءات المقترحة في مشروع القانون المالي 2023، وخاصة مسألة الاقتصاد عن المبال التي جاءت في مضمون مادتين 15 و45 المكرر. إذن هذا الاقتصاد عن المباع هو تيهدد المكاتب المحاسباتية بالمغرب، تيجفف الميزانية الداخلية ديالها وتيهددها بالإغلاق وبسميتو. جيت على ان هذه المقترحات هذه اللي جات في هذا القانون جات في اطار غير تشاركي من طرف الحكومه المغربيه او وضع القانون، اللي ما شاركوش معهم محاسبين المعتمدين وباقي المهن الحره الاخرى التي خرجت تعبر على التنديد ديالها. وهناك وقفات احتجاجيه واشكاله احتجاجيه اخرى في المستقبل ان شاء الله تنديدا بنفس المقتضيات. كنا ننتظر من الحكومه المغربيه ووضع القانون واحد القوانين اللي تاثر الدوله الاجتماعيه، وخاصة أن هناك مجموعة من المحطات التاريخية والمحطات القانونية اللي عرفها المغرب، خاصة المخرجات المناظرة الجبائية المغربية في 2019، وقت التوصيات التي جا بها مجلس المنافسة، التوصيات التي جا بها مجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مجلس الاستشاري الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لادوبسيون ديال الوكادة اللي حققت الجبهات في المغرب، وأهم حاجة وهي الخطابات الملكية التي حثت على تدعيم القوى الشرائية للمواطن وحفاظ على القوى الشرائية للمواطن وإرساء دولة اجتماعية في المغرب. إلا أن هذا القانون المالي الحالي لا أظن أنه يحقق هذا المبتغى اللي بغى صاحب الجلالة وبغات جميع الطبقات الاجتماعية في المغرب، بل أنه جاء يضرب بعرض الحائط جميع هذه المرتكزات هذه، وجاء بمقتضيات قانونية اللي سترفع الضريبة على الشركات الصغرى والمتوسطة وغتخفض الضريبة على الشركات الكبرى بالمغرب. هذا الحيف الاجتماعي هذا اللي غادي تعاني منه خاصة الطبقة المتوسطة في المغرب، اذا تشكل من المياه الحرة بالمغرب وجميع الشركات الاقتصادية لي بيتي موي اونتربريز، هذه القراصنة مضربة واحد التضريب 20% في اطار بالنسبة للضريبة على الشركات عوض 10%. مع العلم ان هناك مجموعه من لي بوست بيجيتار اللي كان وضع القانون يمكن لهم انهم يعوضوا بها العجز اللي كان في ميزانيه المغرب، وهي لي ديبونس فيسكو لي كادو لي سيزام اللي تيعطيهم المشرع المغربي مجموعه من القطاعات. نحن نتفاهم بان هذه القطاعات ممكن تكون قطاعات استراتيجيه، لكن نحن الان واحد الوضعيه اللي الجميع انه يتكاتف، انه الجميع يؤدي الضرائب ما عليه، وكما وتحقق المقوله اين هناك فيما يكون هناك واحد الربح يجب هناك تدريب. كنا ننتظر ان هذا المشروع القانون غادي يتضمن بما سيتضمن مقتضيات التي تخص تدريب قطاع المحروقات في المغرب او القطاعات الاخرى اللي عرفت واحد لو سوبر بروفي من بعد لابونديمي ديال كوفيد، من بعد الويلات اللي تعرفها الحرب الدائره ما بين روسيا واوكرانيا، والويلات اللي تعرفها المجموعة الاقتصاد الدولي وخاصه ارتفاع المواد الاوليه على الصعيد الدولي. اذا هاد مجموعه المعطيات سواء داخليا او خارجيا كنا تنتظر انها تترجم في القانون المالي، الا ان هذا القانون المالي جاء عكس هذه التطلعات وجاء بعنوان عريض وهو تفقير الفقير وغناء الاغاني وضرب الطقوش القدره الشرائيه للمواطن، وكذا مما يؤدي بطريقه لا شك فيها الى 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 افلاس مجموعه من الشركات القصوى المتوسطه، وكذلك الى ارتفاع مستوى البطاله في المغرب.